تعبيرا عن عمق العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، قدمت القوات الملكية الجوية البريطانية من خلال فريق السهام الحمر البريطاني عرضا جويا مميزا للتحليق المنخفض في سماء البحرين بعد نجاح العرض الذي قدمه الفريق في نوفمبر من العام الماضي. استعراض جوي مبهر قدمته القوات الملكية الجوية البريطانية من خلال فريق السهام الحمر البريطاني في سماء مملكة البحرين، وذلك ضمن جولة إقليمية تشمل عددا من دول المنطقة، والتي تسعى المملكة المتحدة من خلالها إلى تقوية الأواصر مع دول مجلس التعاون على كافة المستويات. فريق السهام الحمر بمثابة سفراء غير اعتياديين للمملكة المتحدة، كما أن العرض طريقة جيدة للتعبير عن مدى قوة العلاقات بين البلدين، وأيضا شهادة على البراعة البريطانية والمهارة الهندسية. هي أيضا أكثر من ذلك، فهي متعة وإبداع للناظرين. البحرين بمثابة وطن لنا، لدينا تاريخ هنا من الثلاثينات. المحرق هي بيتنا الثاني. لدينا رابط قوي مع البحرين وشعبها، أكثر من 200 عام من العلاقات. نحن سعيدون بأننا قمنا بالعرض الكامل هذه السنة خلافا للعرض القصير في العام الماضي. هذه الزيارة تحمل بين طياتها العديد من الأهداف الإيجابية التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في إيجاد فرص جديدة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى تحفيز التعاون بين البلدين لتطوير الشراكة الاقتصادية واستعراض قدرات المعدات والخبرات البريطانية. عرض الجو اليوم اللي شفناه حق الريد أروز، وهي واحد من أفضل الفرق الاستعراضات الجوية في العالم والمشهور يعني بتاريخ الطويل في العرض الجوي. اليوم احنا نشهد ملتقى جديد، عرض جوي جديد تستمتع فيه الجمهور، وانه يكون طبعا لا الفائدة على الجميع من ناحية الاستمتاع ومن ناحية الاستفادة من ناحية الاطلاع على آخر مستجدات في عالم الطيران. هالاستعراض طبعا جدا طيب، يروي قدم وجود البحرين في مجال الطيران. مملكة البحرين من أقدم الدول اللي كانت يعني فيها مطارات وفيها حركة نقل طائرات. معرض البحرين للطيران القادم قدر يجذب كثير من الشركات الموجودين. ريد أروز زمان وجودهم هنا يبين مدى أهمية وجود شركات المصنعة في الطيران وصناعة الطيران في البحرين. وأنا أعتقد إحنا عندنا يعني إمكانيات كبيرة في تطوير صناعة الطيران والصناعة المكلمة لخدمات الطيران في مملكة البحرين. وأعتقد هذه يعني إشارة إيجابية جدا إن أقاموا معرضهم في البحرين. هاي دلالة على الثقل والأهمية التي تأخذها البحرين في مجال صناعة الطائرات على المستوى العالمي. ألوان زاهية رسمتها السهام الحمر في سماء البحرين، أبهرت بها الحضور من خلال عروضها الجوية المذهلة التي تعكس السرعة والدقة المتناهية والعمل الجماعي لأعضاء الفريق، فضلا عن إظهارها لتميز التكنولوجيا البريطانية واحترافية القوات الملكية الجوية البريطانية ومهاراتها في مجال الطيران. خولة القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.